لفينا نودع نودع أنا وقلبي وألف دمعة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أصحابك المستشهدين معك يا رحمة الله الواسعة، ويا أباب نجاة الأمة، فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسانين في الدنيا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون، وبعضه بسايا أمر، وبعض بالغرية. وأرض طوس وسامر، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط يا سادتي، يا لمن أنعى أسن، ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحة. على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين الخميس. كأني بلسان حالي
فاطمة عليها السلام، ابكي على أولادي يقضى أو بالسيف وبالسيف، ابكي على أولادي ذبايح شهر عاشور، ابكي على اجسايا تبقى ما لها قبور، ابكي على اجسايا تبقى ما لها قبور، آه نوحي على يا الأولاد يا زهر الحزينة، في كربلاء واحد واحد بالمدينة، شتتوا عنك وصايا عيار الشميل تبديد، واحد من جعيد قضي واحد من يزيد، واحد دفن عندك واحد عنك بعيد، ريتك يا زهر اليوم حالة تنظرين، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه للحسين بن بشار: قبل أن يولد الإمام الجواد عليه السلام، والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بي بين الحق والباطل. صدق مولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه هو التاسع من أئمة أهل البيت الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى لتولي منصب الإمام والقيادة من بعده عليه الصلاة والسلام. تجسدت في شخصية الإمام الجواد جميع المثل العليا والأخلاق الرفيعة والتي تؤهل صاحبها للإمامة الرسالية والزعامة الربانية. علما الإمام الجواد تقلد الإمامة العامة وهو في السابعة من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام النبوة وهو في المهد، ولقد أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة المبكرة صحة ما تذهب إليه الإمامية في الإمامة بأنه منصب إلهي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ممن جمع صفات الكمال في كل عصر. وقد تحدى الإمام الجواد على صغر سنه أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره الله تعالى على يديه من معارف وعلوم،
في مختلف الفنون أذعن لها علماء وحكام عصره، وقد احتفى به وهو ابن 7 سنين كبار العلماء والفقهاء، وانتهلوا من نمير علمه ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية الفقهية والتفسير وإلى غير من ذلك. وما عاش طويلا استشهد في ريعان الشباب عليه الصلاة والسلام وهو في 25 من عمره الشريف. الإمام الرضا توجنا حديثه بالبشارة بولده الإمام الجواد قبل أن يولد، قال الحسين بن بشار: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بي بين الحق والباطل. فإذا الإمام الجواد ورث عن آبائه وعن أجداده كل الكمالات، والإمام الرضا أشار إلى مقام ولده الإمام الجواد حيث كان يجلسه في مجلسه ويصيره في مكانه، وقال أيضا لصفوان بن يحيى: كان أبو جعفر محدثا، يعني تحدثه الملائكة. علي بن جعفر يعني ابن الإمام الصادق. قال محمد بن الحسن بن عمار: دخل أبو جعفر محمد بن علي الرضا يعني الإمام الجواد مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، فوثب علي بن جعفر. علي بن جعفر يعني علي بن الإمام الصادق يصير عم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بلا حذاء ولا رداء، فقبل يديه وعظمه، فقال له أبو جعفر: يا عم اجلس، يعني الإمام الجواد قال له: يا عم اجلس رحمك الله. فقال: يا سيدي كيف اجلس وانت قائم؟ لاحظوا هذه صورة من صور التربية، يعلمنا أهل البيت كيف نتعامل مع الكبير وصاحب المقام، كيف نتعامل مع العلماء. يقول هذا ابن الإمام الصادق: نعم كيف أجلس وأنت قائم يا ابن رسول الله، ويعني الإمام الجواد. والإمام الجواد صغير كان في العمر لكن عظيم الشأن. نستلهم هذا الدرس من هذا الموقف أننا نحترم، يجب علينا أن نحترم أصحاب المقامات العلمية، العلماء، أصحاب الشيبة. نعم، فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ويقولون: أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل. فقال: اسكتوا. لاحظ هذا رد ابن الإمام الصادق علي بن جعفر. قال: اسكتوا إذا كان الله عز وجل، وقبض علي بن جعفر على لحيته. لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، انكروا فضله نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد. هذا في غاية التواضع، رجل صاحب شيبة ابن الإمام الصادق عم أبيه، عم أبي الإمام الجواد، ومع ذلك يقول: أنا عبد للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ المفيد على الله مقامه: وكان المأمون قد شغف بأبي جعفر عليه السلام الإمام الجواد لما رأى من فضله، يعني فضل الإمام الجواد مع صغر سنه وبلوغه في العلم والحكمة والأدب وكمال العقل ما لم يساوره فيه أحد من مشايخ أهل زمان. فزوجه المأمون ابنته أم الفضل، زوجه ابنته أم الفضل وحملها معه إلى المدينة، وكان متوفرا على إكرام وتعظيم وجلال قدره. وقال المأمون، يعني في وصف الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، حين أراد أن يزوجه واعترض عليه العباسيون
وأما أبو جعفر هذا قول المأمون. محمد بن علي قد اخترت لتبريزي على كافة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والإعجوب فيه بذلك، ثم قال لهم: ويحكم إني أعرف بهذا الفتى منكم، وأن هذا من أهل بيت علمهم علمهم من الله ومواده وإلهامه. لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حد الكمال. وقال المأمون أيضا بعد أول لقاء معه بعد وفاة أبيه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، بعد أن اختبره والإمام لم يتجاوز العقد الأول من عمره، فقال له: أنت ابن الرضا حقا ومن بيت المصطفى صدقا. وأخذه معه وأحسن إليه وقربه وبالغ في إكرامه وإجلاله وإعظامه. طبعا المأمون لم يأتي بهذا الإكرام وهذا الاحترام إلا يريد أن يعكس صورة عن نفسه إيجابية أمام الملأ، ولكن هو بالتالي هو الذي قضى على أبيه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ومن بعده من سلالته قضى على الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. فإذا المأمون العباسي يقر بأن الإمام على صغر سنه قد أفحم الكبار من المشايخ العلماء والفقهاء في زمنه، والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من مميزاته أنه أصبح خليفة لله سبحانه وتعالى في خلقه وإماما لهم، وهو لم يزل حديث السن، ذلك ما اقتضته مشيئة الله سبحانه وتعالى، مثل ما اقتضت ذلك مع عيسى عليه السلام وسليمان عليه السلام. وقد أثارت حداثة سنه استغراب بعض الناس وتشكيكهم الأمر الذي دعا الإمام الجواد إلى أن يوضح الأمر لهم. في الرواية التي وردت قلت له لأبي جعفر ظهر علي بن أصباط، يقول: قلت له لأبي جعفر أنهم يقولون في حداثة سنك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي، سليمان كان صبيا، وأوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهو صبي يرعى الغنم، فأنكر ذلك عباد بني إسرائيل وعلماؤهم، فأوحى الله إلى داود أن خذ عصي المتكلمين وعصى سليمان واجعلها في بيت واختم عليها بخواتيم القوم، فإذا كان من الغد فمن كانت عصا قد أورقت وأثمرت فهو الخليفة. فأخبرهم داود فقالوا: قد رضينا وسلمنا. نعم نعم. ويقول الراوي: رأيت أبا جعفر وقد خرج عليه، فأخذت أنظر إليه وجعلت أنظر إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصحابنا بمصر، يعني في مصر، فبين أنا كذلك حتى قعد الإمام يعني عليه الصلاة والسلام، فقال: يا علي، إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. فقال: وآتيناه الحكم صبيا، ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقد يجوز، يقول الإمام الجواد، فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي، ويجوز أن يؤتاها وهو ابن 40 سنة. فقال الراوي للإمام الجواد: يا سيدي، إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك. فقال: وما ينكرون من ذلك قول الله عز وجل، لقد قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوالله ما تبعه إلا علي عليه الصلاة والسلام وله 9 سنين وأنا ابن 9 سنين أيضا. فإذا لا عجب في ذلك. وأيضا هنالك رواية أخرى عن علي بن صابات أيضا في نفس المعنى، ينقل أنه أخذ ينظر إلى قلبه وقال له الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام: إن الله احتج في النبوة في الإمامة كما احتج في النبوة. واستدل الإمام عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وآتيناه الحكمة صبية. فإذا
الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام هكذا كان يجيب على الشبهة التي كانت في أذهان البعض، كانوا يظنون أنه لابد مثلا أن يكون من يكون في هذا المقام كبير السن، شيخا كبيرا وإلى غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى إمامة أهل البيت منصوص عليها من قبل الله سبحانه وتعالى. قد يؤتى الإمامة وهو دون هذه السن، وقد يؤتاها في نعم سن متأخرة، تلاحظ كيف، كما في إبراهيم الخليل عليه السلام. لما أراد المأمون العباسي أن يزوج الإمام الجواد فاعترض عليه العباسيون، واشتد الخلاف بينهم وبين المأمون العباسي، وانتهوا إلى هذه النتيجة. قالوا قد رضينا لك يا أمير المؤمنين، ويعنون بذلك المأمون، ولأنفسنا بامتحانه، يعني امتحان الإمام الجواد، فخلي بيننا وبينه لننصب من يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة، فإن أصاب في الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض في أمره، وظهر للخاصة والعامة سديد رأي أمير المؤمن فيه، وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخط في معنى. فقال لهم المأمون شأنكم وذلك متى أردتم. فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، وهو يومئذ قاضي الزمان، على أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوا بأموال نفيسة على ذلك، وعادوا للمأمون وسألوا أن يختار لهم يوما للاجتماع، فأجابهم إلى ذلك. فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه، وحضر معهم يحيى بن أكثم، وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفر الدست ويجعل له فيه مسورتان، ففعل ذلك. وخرج أبو جعفر وهو يومئذ ابن 9 سنين وأشهر، فجلس بين مسورتين، وجلس يحيى بن أكثم بين يديه، وقام الناس في مراتبهم، والمأمون جالس في دست متصل بدست أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام. فقال يحيى بن أكثم للمأمون: يأذن لأمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال له المأمون: استأذنه في ذلك. فأقبل عليه يحيى بن أكثم فقال: أذن لي جعلت فداك لمسألة. فقال أبو جعفر: سل إن شئت. فقال يحيى بن أكثم: ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام: قتله في حل أو في حرم. أخذ يفصل الإمام في المسألة، عالما كان المحرم أو جاهلا، قتله عمدا أو خطأ، حرا كان المحرم أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا، مبتدئا بالقتل أو معيدا، من ذوات الطير كان الصيد من غيرها، من صغار الصيد من كبارها، مصرا على ما فعل أو نادما، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحاج كان محرما. فتحير يحيى بن أكثم وبان العجز في وجهه والانقطاع، ولجلج حتى عرف جماعة أهل المجلس أمره، فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في الرأي. ثم نظر إلى أهل بيتي فقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟ ثم أقبل على أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام فقال له: أتخطب يا أبا جعفر؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون: اخطب لنفسك جعلت فداك، قد رضيتك لنفسي وأنا مزوجك أم الفضل ابنتي، وإن رغم قوم ذلك. فقال أبو جعفر: الحمد لله إقرارا بالنعمة، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عترته. ثم تزوج الإمام عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك تفرق الناس، وبقي من الخاصة من بقي. قال المأمون لأبي جعفر:
أن رأيت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذي فصلته من وجوه من قتل المحرم لنعلم ونستفيد. فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه إيشات، أن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، فإذا كانت من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعاما فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة. وأخذ الإمام يفصل، ثم قال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك، فإن رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك. فقال أبو جعفر ليحيى بن أكثم: أسألك؟ قال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت جواب ما تسألني وإلا استفدت منك. يعني يحيى يقول للإمام الجواب. فقال له أبو جعفر: أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليه حراما، إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زادت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخر حلت له، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له. ما حال هذه المرأة وما وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال له يحيى بن أكثم: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه. وهكذا بان العجز في وجهه. الإمام أجاب طبعا كما يذكرون في كتب التاريخ وسيرة الإمام عليه الصلاة والسلام، أجاب مفصلا عن هذه مسألة. فإذا الإمام المأمون كان هنالك غرض من زواجه الإمام الجواد لابنته أم الفضل، وأراد بذلك أن يخضع الإمام تحت رقابته وأن يكون قريبا، وأن لا تتسع دائرة مواليه وشيعته ومحبيه وإلى غير ذلك. فإذا الإمام الجواد عاصر المأمون، وبعد ذلك عاصر المعتصم العباسي. عاصر الإمام الجواد المعتصم لمدة سنتين تقريبا، وكان المعتصم محدود التفكير ميال للقسوة في تعامله مع خصومه من الساسة من السياسيين وغيرهم، وكان يفتقد كثير من مقومات الحنكة السياسية في إدارة شؤون الدولة، وكانت هنالك اضطرابات كثيرة، وكان يخشى من الإمام عليه الصلاة والسلام والطليعة الإسلامية الواعية، كان يخشى المعتصم منهم، ولذلك استقدم الإمام إلى بغداد المعتصم العباسي، لأنه خشي من بقاء الإمام بعيدا عنه في المدينة، ولذلك قرر استدعائه إلى بغداد حتى يكون على مقربة منه وتحت رقابته، يحصي عليه أنفاسه ويراقب حركات الإمام عليه الصلاة والسلام. فأقبل إلى بغداد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك بقي يتحين المعتصم الفرص للقضاء على الإمام عليه الصلاة والسلام، باعتبار الإمام يمثل خطرا على النظام الحاكم. لماذا؟ لأنه الإمام كان له دور فاعل وقيادي للأمة، ولذلك قررت السلطة أن تتخلص منه مع عدم استبعادها وجود العلاقة بين الإمام القائد والتحركات والحركات الثورية اللي كانت تحصل. ولذلك عزم المعتصم أن يقضي على الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه.
نعم، وهكذا جعل يعمل المعتصم الحيلة في القضاء على الإمام الجواد، فأشار على ابنة المأمون أم الفضل فاستجابت له. لماذا استجابت؟ لماذا اختار أساسا أم الفضل؟ لأن أم الفضل من بلاط الحاكم أولا، وثانيا لشدة غيرتها على الإمام الجواد لأنه تزوج من أم الإمام الهادي، لأنه ما كانت تنجب له أولاده. فأجابت أم الفضل واستجابت إلى أمر المعتصم، وجعلت سما في عنب رازقي ووضعته بين يدي الإمام، فلما أكل عليه السلام منه ندمت وجعلت تبكي، فقال: ما بكاؤك؟ والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. فماتت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها. ثم أثر السم في الإمام عليه الصلاة والسلام تأثيرا شديدا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولسانه يلهج بذكر الله تعالى. الهادي كنز العلوم قضى نحبه ومن الكبير مسموم، يا قلبي من الحزن ذوب وتولى، ويا عيني بشي وخلي دمعتك دم دمعتش داي على ابن الرضا اللي مات بالسم. ويلي ودين الله على مصابة هالدايم. بقي إمامنا الجواد 3 أيام مطروحا على الأرض بلا غسل ولا كفن، حتى أقبل الناس في اليوم الثالث إلى داره. فلما دخلوا الدار وإذا بهم يرون الإمام الجواد ملقا على الأرض ميتا. نعم أيها الموالون، بقي الإمام الجواد 3 أيام تأسيا بجده أبي عبد الله الحسين. فهذا غريب بغداد وذاك غريب كربلاء. هذا بقي 3 أيام بلا دفن، وذلك بقي 3 أيام بلا دفن. ولكن ما الفرق بين الإمام الجواد والإمام الحسين عليهما السلام؟ وهو أن الجواد بقي 3 أيام ورأسه على جسده وثيابه على بدنه، لكن غريب كربلاء بقي 3 أيام على رمضاء كربلاء عار اللباس. بقي إمامنا الحسين على التراب إلى أن رجع ولده الإمام زين العابدين في اليوم 13 من محرم، وإذا بيرى وقد اجتمع بنو أسد حول الجسد الشريف. فقال لهم: يا بني أسد ما تصنعون؟ قالوا: جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال: بالله عليكم أخبروني بالذي انطوت عليه نفوسكم. قالوا: أخ العراب، جئنا لمواراة هذه الجثث، ولكن لا نعرف من هذا ومن ذاك.
لأنها جثث بلا رؤوس. قالوا، يقول بنو أسد، نظرنا إلى ذلك الأعرابي قد نزل من على ظهر ناقته وقد ابتل لثامه بدموع عينيه، فصار يأمرنا بحفر الحفر ونقل الجثث إليها حتى انتهينا إلى جثة الحسين، وكنا قد عرفناه بأنواره المشرقة. أردنا مساعدته على حمل جثة الحسين، وإذا بي يقول: يا بني أسد، إليكم عني. فقال: إن معي من يعينني على حمله. ثم حمله الإمام، أنزله إلى ملحودة قبره، وضع فمه على منحر الحسين، ثم قال: أب، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وليلي فسرمد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. بوي نروح كل احنا فداياك، اخذني للقبور يا حسين وياك. اهي غيبة يا بويا وقعدتناك، وقول مسافر يومين يصدور. ثم أقبل الإمام، ثم خرج من القبر وأخذ ذلك الطفل الرضيع ووضعه على صدر الحسين وآل عليه التراب، وكتب على القبر: هذا قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب المذبوح بكربلاء غريبا عطشانا. ثم راح يلتفت يمينا وشمالا. نعم، على من تلتفت يا ابن رسول الله؟ قال: لقد بقي مصرع عمي أبي الفضل العباس على نهر العلقمي. أقبل نحو المصرع وهو يقول: يا عما، على الدنيا بعدك العفا، شلون الثرى الضم جسمك يا عباس، وانت طود هالشامخ على الراس، تالي هب لحد من غير شفين. فاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله عجل في فرج إمامنا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وجنوده ومن الشهداء بين يديه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفر والمنافقين، وانصر واحفظ علماءنا ومراجعنا العظام، يا الله وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، ارزقنا زيارة آل محمد عاجلا، شفاعتهم آجلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا سقما إلا شفيت. اللهم اشف كل مريض، سيما المنظورين المصابين بهذا المرض العضال. اللهم البسهم لباس العافية يا الله، بحق محمد وآل الطاهرين، إلى أمواتكم جميعا، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.